بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ممتد لحد حدود حدود الحد، وطن لا فيه هم لا غم، فقط نسعد وطن ممتد لحد حدود حدود الحد، وطن لا فيه هم لا غم، فقط نسعد. بلاد حد الشمس والضوء، نحلق ما يحدنا جو، نقيل فيها مرتاحين وريحة البن نتاوق ليها مستنين، يمر فنجان علينا ونتكفى ونضار الدمع بالفرحة. نغني على بلاد سمحة، نحلم كم حلم مفتوح، بيطلق صباح الروح، صباح الروح. يمر الضوء على الدنيا ويغسل حزننا المفتوح، ونحلم كم حلم مفتوح، حلم مفتوح. نغني على بلاد سمحة، نحلم كم حلم مفتوح، بيطلق الصباح الروح، الروح. يمر الضوء على الدنيا ويغسل حزننا المفتوح، نحلم كم حلم مفتوح، حلم شكلكم على الله يا العجيب، كان قلبتوا ليلة الليل نهار، لا شبعان قادر ينوم، وعيوننا ذاتها فارقة النوم، مين مصيبتكم دي دخلت البلد؟ أولاد عجيب، أولاد عجيب، إن شاء الله بالعدم، نوم، نوم يا ولدي. والله والله يا اولاد عجيب، يا يعني انتوا في الحله دي، انا اللي بحقر بيه امه ما ولدته، امه ما ولدته، انتوا قايلين نفسكم شنو؟ قايلين نفسكم شنو؟ القلاب اللي انقلب بيكم ان شاء الله.
حاج امسك امسك اسمع لي هنا كويس قبل طلوع الشمس تمشي الجزارة تشتري لنا سلطة خضراء وشطة خضراء وليمون وتجيب لنا نص كيلو كبدة وايش حال زي القروش دي وما تنسى يا زيادة تقول الزمن بيطيب مع أولاد عجيب الزمن ما طاب معاكم نورين والحسين أولاد عجيب يطيب مع منو الزمن نورين والحسين مسكوا من قرونه دور يا أخوي قسم انا حاج مقبول انا كان ما مراعاة لاخوتك وليه روح المرحوم والدهم كان اخذت حقي بعصايتي دي ولا سلمتهم البوليس وتربستهم في الحراسة لا حاج كرم الله كلمة بقولها قدامك وقدام الحلة دي كلها اولاد اخوي عجيب ديل يستاهلوا اكتر من السجن ومن الشفت منهم يا حاج كرم الله انا لو الموت ده في يدي كنت فكيت ليهم الليله قبال باكر ما كنت خليتهم ليهم باكر الردميه الردميه جبتها قدام البيت عشان تحمينا من السير والمطر جو حفروها وشالوها بقلابهم مكان قعدتنا ونستنا لمتنا يا حاج كرم الله بقى زي وكر الارانب لا من بيته كله يتضعضع انا اقول لك شو يا حاج قول لاولاد اخوانك يا حاج المقبول قسما عظما ان شفت قلابهم ده تاني جهه بيوتنا الا اقلبوا بيهم هذا ولا قلبه سكة أولاد أخوك دي أحسن تبعد منها وبحرا دخلوه بكرعيهم خليهم اللي يغرقوا فيه لا بيحترموه ولا بيسمعوا كلامه وقتين باعوا قطعة الأرض حقة أبوهم الله يرحمه شاوروه وقتين اشتروا النصيبة من تخاخين دي كلموك إن عندهم مشاكل مع ناس الحلة البوليس قاعد والمحاكم فاتحة أبوابها إن سكتت وبعدت يا مدينة وسديت دي بيطينة ودي بيعجينة وقلت مالي وماله وين أروح بالروح أخوي عجيب أخوي عجيب كان شايل أولادي ديل فوق كتفه ولا من راح الدار الآخرة كان باقي ليهم أبو باقي ليهم دليل هسه لما الدور بقى علي أنا عليه مقبول أخوه ما ليك داير أنا أقصر في واجبها مدينة يا أخي هؤلاء أخوك ديل قصروا عمرنا نحن زادي يا نورن أيوه كده جون نور طويل خلينا نشوف المقانيتة دي اها طويل طويل اها كده كيف يا سلام يا سلام اطفي 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 الجهاز بكمل الجهاز اطفي 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 تمام تمام التمام تمام الحسين هوي اشفط اشفط واملأ المصر بتاع الجهاز ده لانه قبلك شايف العربية دي نقرتها ما تمام بتدور دفرة يا اخي لا اشفط اشفط من وين الحسين شفطت الله يديني الطين طين طويل طين اشفط اشفط املا خشمك املا خشمك ده املا بجاز ها اشفط ونظف معاك السيوره الحسين ها حسين نورين مالك شوف لي الليمون الروي جاز لا حول ولا قوة إلا بالله ها دكتور القلاب قطع جاز جنب بيتي قلت أمرق عليهم أشوف الحال شنو قاموا شافوني قال لي هذه تعال أها مشت عليهم أشوف الحال شنو نورين قال لي كبستين الجهاز ده اها كبستين في الجهاز قام نورين مسك المفتاح نقر المفتاح كده اها
رو القبيله وقعت فوقي. لا حول ولا قوه الا بالله. والله دي حكايه عجيبه. ولد عجيب دي القوة عظمى اللي عملوا في الناس قنبلة هيروشيما ما عملته. لعنة الله عليك، سألت الله تشب فيك حريقة ولا حادث حركة الليلة قبال باكر. كمليتنا هموم وحبيتنا النوم. الحسين عليك الله عليك الله، بس اللقمة دي عشان خاطري عليك الله. الحسين شلك لقامة واحدة بدرية زوجتك أكبر بخاطرة بليس لقام. لا تحاولوا يا اخوانا لا تحاولوا لا تحاولوا، دي جاز انا شارب جاز يا اخوانا جاز. خلاص اعمل لك عصير تشربه. ما دريش ما تجيب لي سيرة عصير ولا تجيب لي سيرة السجوك ولا بيض ولا زيتون. انا يا اخوانا شارب جاز شارب جاز. حسين ما تجبر بي خاطري يا اخي. نورين دعمك ونرجع. نورين هاي امشوا عمك ده شنو يا اخي، بعد ما شبينا جاي شبينا نصايح. الحسين نورين. ايوه عمي جاي جاي جاي. ناس ما عندهم ذوق، ما عندهم احترام للخصوصيه بتاعت الناس وحرمه المنازل. صح هاك الحسين. أنا عارف وشايف وسامع كل حاجة يا عم مقبول. عارف الحلة اللي ما عندها موضوع دي بقى موضوع أولاد عجيب. حركاتهم مرصودة، خطواتهم معدودة، نفسنا في صدرنا ده ناس الحلة عارفينه. إلا أولاد عجيب ما مكترسين للصغاير دي. بس اهتموا يا نورين يا ولدي، الضرر سببتوه للناس بالردميات اللي بوظتوها للناس، بالحفر سويتوها للناس، بصوت المصيبة جبتوها دي القلقلت نوم الناس. عم مقبول ما الحلة دي كلها مليانة مصايب. ما يقول البعض، ما يقول الحيوانات اللي بتكورك من تمسة لا من تشرك. المهموم مهموم والمساهر مساهر، والعنده مشكلة حامياه النوم ويقولوا سببه نحن ديل الشاي علوية. ما في نفس لشاي يا نورين يا ولدي، ما في نفس لشاي. لو ناس الحلة فهمهم متدني ونظرتهم ما بعيدة، دي مزوليتهم، مزوليت أولاد عجيب، دي مزوليتهم هم يا.
الليلة حنتكلم عن تاريخ الاستقلال. منو فيكم بيعرف معنى كلمة استقلال؟ أنا دايركم الليلة في المولية عن إسماعيل الأزرق. أي واحد ليش الحاجة اللي بيعرف عنها؟ يا نورين يا الحسين يا اهل بصارة كيف؟ لا فك المزمار بتاع الجيربوكس ده بكون شابك دهني الجيربوكس ده ما معاك فوق فيكو انت ده انا ظنيته ده الدينامو يا اخي دينامو شنو يا اخي دينامو اللي بيجيبه فوق شنو ده بيكون عصايه يا اخي دينامو شنو يا استاذ مبارك عليك الله يدك معانا ونادي لنا باقي الفصول دي خليه يدفروا معانا القلاب ده كلموا قلاب يجيب لنا ناس الفصول الصغيره يجيب لنا ناس سنه ثانيه بس قوموا ادفروا قوموا ها يا شباب كنتم متذكرين ان احنا قاعدين نتكلم عن شنو؟ يا الله معلش يا شباب نحن احسن حاجه نعملها نضحي بعشر دقائق عشان المصيبه تتحرك من هنا يلا المستقبل المشرف أثروا نورين نورين أيوة بعد عليك لا تدبل التعشيق هاي دبلها يلا أثر 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 وين برد الناس ما بتاكلوا تو أثر مهندس صباح الخير معاك الحسين والعجيب اتشاحنه كيف الحال قلت لك النمره نجيب لكم ان شاء الله حلينا الصباح في الموقع الجديد اي لما وصلت اعملوا لنا سكول بس انا ونورين اخوي ده شعارنا الجوده نورين ده طبعا عنده رخصه كبير قبل الله حسين اخوي معرفت الرجال كنز عارف الزلمه الحر ده عامل معانا كيف؟ ها؟ اتفق معانا بيجاي والدار عرقوم بيجاي صحيح ابو شنو يا حسين؟ اها شايفك الصباح تجرجر في الواطا تتكلم معاه بدريه وعلويه يعني من حقهم انه نوفر لهم مسكن يليق بمكانتهم والله يسعدك الله يكرمك صحيح والله انا لما انتم معانا في السراء والضراء ايوه صح قول يعني نكرمهم لا لازم نكرمهم ايوه قلت لك يا انت دار لي عليك الله 2 كيلو سجق وكيلو للجبنه مزفره ايوه انا دايره 3 كيلو زيتون لكن يوناني ما مصري ودنا معاك علبه تونه ايوه بعدين دار لي عليك الله كشطه اسرع يا جنى دار شنو يا جنى اطراد عارفة يا علوية الوحدة في البلد دي بقت تخاف على روحها عديل من أمراض بتاعت سوء التغذية ما مشكلة نتصل على نورين والحسين ياخدوا العربية ومشي لسوق المدينة ويجيبونا الأغراض البطاطس كم يا أخي؟ لبني هي دبي جنيه دبي جنيه دبي 500 ودبي جنيه
ودي بجنيهين. والله يا علوية الوحدة زوجها يديها مبلغ وغدره من القروش وتجي داخل السوق عشان تشتري الحاجات وملز وطاب وتجي راجعة بخفي حنين. والله يا بدرية يا أختي الوحدة فينا إلا تبقى من أكلة الحشايش. والله لو ما السوق والناس كان وريت كان المكشن بلا بصل. عارفة يا علوية الحسد هو المضيع الناس في الحلة دي. الوحدة بدل ما تفكر في نفسها تفكر في غيرها بس العين بحسين. والله يا بدرية ما في شي بكرهه في الدنيا دي إلا الوحدة تلقيها بايرة وعرسوها لقريبة بالجهودية وتلقاها تغار الرقبات باللي تزوجن بعد ما تم الثانوي زي أنا كدي. يا مرة خليك عادلة وأرجع البيت. والله ما أرجع والله إلا فينا الاثنين وينتهي من حياتهم فريد مرة وأخذ فيهم تعبيدة وإن شاء الله شفتها كان يدخلوا رقبتين في حرب المشكلة. يا مرة قلت لك أرجع البيت وكفاية كفاية فضايح. البيت ده عايش في السترة بمقام من يومي مرة سترة ماسكة لساني وماسكة مكاني عليك لكن مثل ديل إما ضاقنا الكلمة اللي بتطعم في القلب مثل السكينة المصدية ما بسكت وإما ضاقنا الكفة اللي بترض الشيطان من الراس ما بخليهن وما بخلي مطاعنة وملاسنة لي. يا مرة قلت لك أرجعي أنا ما عندي قدرة لجري وملاواة ما برجع. اسمع يا مرة علي الطلاق تمرقي من البيت ده انت طلقانة. من يومك قلتك مدينة المسكينة دي برجع بعز لك حال فك حلا نسوان أولاد أخوك ما بخليه. الأمها بتربط السفنجة بالدلقان عارفاها والأبوها عايش بجرورة الدكان برضو عارفاها. بعد ما كنا في أولاد أخوي عجيب يجينا في نسوانه. أولاد عجيب أخوي الله ينتقي منهم انتقم منهم رب العالمين الخلقني وخلقهم. اخوانا هوي اخوانا خف يدكم شوية النمرة دي حقت ناس ما حقتنا ما دخلنا في مشاكل دارين نخفص. انت الحسين الباقي لنا كم طلبية كده في النمرة دي؟ خمسة طلبيات. خمسة في 75 ب 225 صح؟ اي عيك قصر معانا عيك قلعب قصر معانا. والله ما قصر يا هوي الله لا يا انتقى اخوانا وقفوا يا حرام. دارت دار والله المزالة دي والله إلا الخروف ترى خروف والله سيجور ده والله ثلاثة خرفان خروف والله ثلاثة خرفان. السوق السوق الله يا أخواننا سيد العربية الملك لما نمشي في كرعينه نشوفه غريبة خلاص. الرياضة مفيدة الحسين أيوة أخوي. أيوة بين كل فترة والتانية رجال المال والأعمال أخير يتريضوا كان كده نبدأ الطريق. يلا نبدأ الطريق. بقول شنو الحسين أخوي قول احنا لازم نوجه الدعوة للسيد المحافظ شخصيا لأنه في قيادة شابة لازم تأخذ موقع الطبيعي والريادي في المنطقة. أيوة فعلا 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 ما 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 ما, ما لازم الناس تكوش الأفضل لازم الناس تكوش الأفضل دي سنة الحياة. أيوة جلوس جلوس. ومن شر حاسد إذا حسد. أعزل لك ثلاث خرفان بلديات ومكلوفات يا زيادة. أسير ما مهم أهم حاجة الجودة. أيوة سوق الزول ده اتفق معاه الحسين مع أولاد عجيب زمنك يطيب يا ود عمي. أنا أول حاجة خروف للعتالة وتاني حاجة خروف نقسمه للحلة كرامة والسلامة. أما الخروف التالي ده نحنا نمشي بالرحلة وماشيين هنا نورين. أصل الأولاد لهم كم يوم بقول لي يا بابا دارين نمشي مدينة الطفل. ما أولاد عجيب تاكلوا ينفعكم إن شاء الله. والله والله كرامهم فات الحدود باقي لهم أدخلوا اللجنة ويمسكوا البلد. صدقت والله البلد دي تلقى أحسن منه. وين أكله أكله خير باسط
سياسة الصارت دي عينا قول حسين فيشني يا نورين انزل 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 ادفع العربي دي انزل قال لك انا من حديد انزل انزل يا انزل علوية بدرية انزل ادفع مع الحسين انزل انزل لكن انزل برا لكن برا انا يا اخوان انزل العربية دي معطل انزل طب علي سيرة أولاد أخوي عجيب الله يرحمه لقد تتعبني يا حاج كرم الله بقيت ما بدور أسمعك النار تلد الرماد المقبول أخوي ما قصرت معاهم في شيء يا حاج كرم الله لا في راي لا في مشورة لكن الأضال وقت تطرش ما بتسمع يا حاج كرم الله والعين لما تزغلل تاني ما بتشوف شوفه بيبقى طشاش طشاش بيقولوا جال قدر عمه ومخيرين في حياته ده كلام العقل يا حاج كرم الله الله حاج المقبول ده الحسين وده اخوك عجيب هل حصل شنو؟ اي شي حصل من اولاد عجيب اخوي جايز أولاد عجيب ليلة تيبة خسر مين في الخلا لو ما لقاهم بتاع بوكس واتحالات جاب الحسين وجاب العوائل كان زمان اتلحسوا ونورين ما جمعوا؟ نورين قاعد حارس التيبر ما مجبور يحرس أسماله الله غايته الناس زي لو سمعوا كلامي كرموا تاني للتيبر ده واطبحوا لهم خروف كرامة وسلامة والدم فيك العارض الله يصدقته الو 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 شبك مان شبك مان اي الو الحزين الله ينور عليك يا نورين يا اخوي نوم الصباح رباح عارفه يا علويه نسوان الحله ديل الواحده بدل ما تكون مهتميه بنفسها تلقيها مهتميه بنجاحات غيرها وقلبها مليان بالحسد والغيرة يا أختي كل ينابي ما فيه ينضح ينضح؟ الكلمة دي دايرة تفسير يا علوية ناس الحلة بمستويات ومن انتي عارفة دي حيفتكروها ينطح عارفة يا علوية؟ ناس الحلة دل من يوم بالنجاحات والابتكار فاقدة شيء لا يعطيه حتى في الامتحانات
ناس الحلة هنا في المدرسة ما بيسألوا بيقولوا الأول منو، بيقولوا الطيش منو. والله إدمان الفشل مصيبة، مخلى عادته قل سعادته. أرح عم كرم الله. كيفك يا عمو؟ كيفك حبابكن؟ لكن والله أنا سؤال ولاد عجيب، الخلى عادته يعلم بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقيط الزنيرة ده بعرفه. طمنا يا معلم. طمنكم بالحقيقة وبالكذب. حقيقة شنو؟ والله قلبك على أي طريقة بعب أي تمن. أمك نبيع؟ نبيع شنو؟ هزول بعد ما بقى سيد ملك يبقى سيد حسر وندامة؟ على العموم أنا قدر أكفز على كده، وما أظيف مكانيكي صلح عليكم. بعدين يا أخي القلاب ده موديل قديم، حديد مصدي، مكنته مولفة. أنا مشي، السلام عليكم. يا شوف شوف يا نورين، أنا حركة الميكانيكية التعليم دي ما بتنفع معي، ولو هو فاهم إنه أولاد عجيب حيتنازل عن المشروع ويبقى واهم. المشروع ده لازم يستمر رغم أنف الظروف. يا غنى الحسن، الحسن نعمل هول كبير وصالون نسائي شكلي اف شكلي ام صح، وهناك نعمل لنا مطبخ كبير، المعنى كده مطبخ مشترك. كويس. ونعمل لنا حمامات داخلية. حمامات حمامات. والصالون هنعمله هناك جنب البوابة اللي على الشارع، لكن ده ما مكان الحديقة بدرية. الحديقة الطبيعية ممكن تكون برا البيت، وجوا البيت نكتفي بالحديقة الصناعية. الحسين شايل أوراق العربية، هو هيكون داير يبيعها؟ يبيع. يدك يدك، ما تهمشي ما تهمشي ما تهمشي. انا بفتش في الكتالوج بتاع القلاب ده عشان اوري لك الصنايعيه دي، اوري لك الشغل ما بعرفه. هو الكتالوج حق القوالب حسين؟ ايه اوراق القلاب دي بس بالقهوه. يدك يدك يدك، ما تهمشي. دي سندات خطيره تحط جزاي انتو. يس، سنه 51 تم بيع الغلاب من عبد الفراج حسنين الى معاويه من الحاج حميده الى سعد الله الامين، سنه 61 من جبريل عبد الغيوم الى مكي امام، سنه 63 بيع الغلاب بنمره الشاسيه 13/22. الكتالوج ده ما في، لكن في اراده، في إرادة. نضرب نضرب لنورين أخوي. نورين بقول شنو؟ الحسين الله يرضى عليك يا أخي، شوف لنا أي طريقة نجر بها القلاب ده من الخلدة. البيت ده غير سيرة أولاد أخوي عجيب ونسوانهم، ما فيه شيء. النسوان ضحكن عليك ليل أمشي أضحك عليهم واقتليهم كمان، وإن لقيت طريقة كمان أقتلي معهم أولاد أخوي ديل وريحيني منهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عمرة. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مرحبا يا أخي. لو سمحت يا أخي بسأل من نورين والحسين أولاد عجيب. والله الولاد دي لهم يعني كم يوم كذي ما موجودين في الحلة. لا يا أخي. طيب ما في زول من أهلهم يعني خالهم أبوهم عمهم أي زول بتهمهم المصلحة بتاعتهم؟ أي في عمهم المقبول. ممكن توصلني لهم؟ هاي جدا هاي. تفضل تفضل. هاي الله الله يبارك. ها؟ ما في بي خطر. معليش يا ولدي. لا ما في حاجة. تفضل 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 تفضل. الله يبارك فيك. يا مهندس المصنع الجديد يا ستي. أولاد أخوي عجيب شايلين منه قروش متلتلة والتزموا لهم بالشغل وليه هسه ما نفذوا. وهوين أنت قايل؟ أولاد أخوك دل عندهم كلمة؟ أمشي شوفهم يا مدينة. أنا الفيني مكفيني ما عندي قدرة لبلاويهم دي عشان تقع فوق راسي. يا الحاج الأولاد دي الليلة لهم كم يوم ما في. أمشي شوفوهم يا مدينة يمكن رجعوا. ما في. أنا متأكدة من الكلام ده. ما في. أمشي شوفوهم يا مدينة. I'm
مجنون عشان اجمل مكان في الكون. تعالوا نسوي رجالة فرح مجنون نفرح حزننا المغبون نتدفق جداول طيبة خضرة وطير.